أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل امتحان الصف الأول الإعدادي فصل دراسي ثاني عام 2019 في مادة الجبر. في هذا الامتحان، امتحان القاهرة إدارة الزيتون مدرسة الجامعة الإسلامية بنين، بيقول في السؤال الأول أجب اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الزوج المرتب الذي يحقق العلاقة ص بتساوي 3 س ناقص 1 هو عندي أزواج. إذا تعوضت ب 2 في س يبقى 3 في 2 ب 6 ناقص 1 بتساوي 5، هل دي 2 و 5؟ لا. طب مش نعوض في 1، 1 في 3 ب 3 ناقص 1 ب 2 يبقى ص بتساوي 2، يبقى 1 و 2 يبقى هو ده الزوج ده، يبقى الزوج 1 و 2. أكبر قيمة العدد 65 عندما س بتساوي كام؟ طبعا هنا عندي مقام، تمام. طالما إن المقام أكبر من واحد، البسط مقام أكبر من البسط، يبقى القيمة أقل من 1. طالما المقام أكبر من البسط يبقى القيمة النهائية أكبر من مين؟ من 1. فإذا أنت أخذت س هنا بواحد هتبقى 5، لو خدتها باتنين 1/25 إلى ما لا نهاية بتقل العدد، بيزيد المقام بيقل القيمة. طب لو خدتها سالب 1 هتطلع 5 فوق والواحد تنزل تحت، يبقى بـ5. طب لو سالب 2 سالب 25 وهكذا. يبقى أنت لما بتعوض عن عندما س هو فرض عليك القيم بس تتكلم عنها دي، يبقى الواحد قيمة الخمس أس 1 أقل أكبر من قيمة الخمس أس 2 أكبر من قيمة الخمس أس 3، لكن عند الصفر هيبقى كله بواحد، أي مقدار أس صفر بواحد. يبقى إيه؟ يبقى أكبر قيمة العدد عندما س بتساوي إيه؟ الصفر. ده بالنسبة للعدد العطالي، لكن في صورة عامة هيبقى فيها كلام تاني. يبقى هنا بس عند س صفر. العدد الثابت في المقدار 2 س زائد 5، ايه هو العدد الثابت اللي اتكلمنا عنه قبل كده؟ العدد الثابت هو العدد اللي مفيش فيه مجهول مضروب فيه او متغير، يعني او معام او عامل، مبقاش فيه عامل. طبعا احنا اتفقنا ان ده معامل وده عامل وده معامل، ده عشان لوحده بنسميه عامل أو بنسميه حد مطلق أو حد ملوش مش مضروب في حد، فبنسميه العدد الثابت هو 5. نصف العدد 2 أس 8 هو كام؟ يبقى هنقول نص 2 أس 8، النص دي بتطلع في البسط، تبقى 2 أس سالب 1. 2 أس 8 نجمع الأسس يبقى 2 أس 7، سالب 1 زائد 8 بتدي 7. احتمال وقوع الحدث المؤكد، طبعا في حدث مؤكد يبقى بيساوي ايه؟ 1. احتمال الحدث المستحيل 0، ده شيء بالشيء يذكر. صاد موجبة اتحاد الطاء، الصاد موجبة بتدي ايه؟ 1 و2 و3 اللي هي اعداد العد. اتحاد الطاء، الطاء هي عبارة عن الصاد موجبة معاها الصفر، يعني الطاء بتحتوي على الصاد موجبة، يبقى اتحاد الاتنين هيديني طاء الأكبر فيهم. أكمل ميال 4 في 6 ناقص 8 على 4، بنعمل احنا ايه بقى؟ بنقول الضرب الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح. 4 في 6 24 ناقص 8 على 4 ب 2 بتساوي 22. احنا قلنا الضرب والقسمة ثم نضرب ونقسم أول ثم الجمع والطرح. إذا كانت س أكبر من 7 فإن سالب س عاملة إيه بالنسبة لسالب 7؟ إحنا قلنا لما بنضرب أو بنقسم على إشارة سالب بنغير اتجاه المتباين، يبقى الأكبر دي هتبقى أقل منه.
إذا كان احتمال نجاح طالب 75%، فإن احتمال رسوبه الحدث لازم يكون كل الاحتمالين بتوع الرسوب والنجاح بيساوي 1. يبقى 75% من 100 أطرحها من الواحد تدي 25% من 100. إذا كان 47 من 100 ألف، 47 من 100 ألف بتساوي 4.7 × 10^100، مما هو حول عدد العشر ده إلى عدد قياسي. طبعا هو نقل العلامة ناحية اليسار، يبقى ده 1 2 3 4، يبقى أنا عندي الميم دي تبقى إيه؟ -4، لأن أنا اتحركت ناحية اليمين، اتحركت ناحية اليمين 4 علامات فاصلات، يبقى إذا الميم بسالب إيه؟ 4. عاوز 2 و5 و7 و10 و17. تلاحظ 2 وبعدها 5، ضفنا عليهم 2 و5 و10 و17، عايزين نكمل بنفس النمط. السؤال الخامس بيقول أكمل بنفس النمط، 3 5 10 17 بنفس النمط. طبعا الهدف من كده ايه؟ انني احاول اكون قاعدة للاعداد اللي قدامي دي عشان اعرف اكمل. فمثلا يعني لو اخذنا 2 نون مثلا، يبقى 2 × 2 = 2، دي رقم 1، نون حيث النون هو الرقم العدد او موقعه، يعني الرقم 1 ده رقم 1 × 2 = 2. طيب ده رقم 2 × 2 = 4، يبقى ده ما ينفعش. طيب نقول بقى ايه بقى؟ نقول مثلا +1، يبقى 2 × 2 = 1 × 2 = 3، ما تنفعش، يبقى كده ما ينفعش النظام ده. طب نشوف نون تربيع، ادي نون تربيع، نون تربيع هنا ايه؟ 2. طب لو انا خدت رقم 1 وربعته يبقى نون 1 × 1 = 1. طب نحط 2 كده، يبقى 1 × 1 = 1 × 2 × 2. طيب ماشي، دي رقم 2، 2 × 2 = 4، في 2 × 8، ما ينفعش، يبقى شيل 2. طيب نضيف هنا 1، يبقى رقم 1، 1 × 1 = 1 × 1 = 2، تمام. 2 × 2 = 4، 1 × 5، ده رقم 3، 3 × 3 لأن نون تربيع، يبقى هنحط مكان نون 1، 3 × 3 ب9، 1 × 10. طب دي رقم 4، 4 × 4 = 16، 1 × 17. دي رقم 5، 5 × 5 = 25، يبقى دي 26، وهكذا. 6 × 6 = 36، 1 × 7 = 30، يبقى أنا كده كملت بنفس النمط، يبقى أنا طلعت القاعدة بتاعتي بناء على الأعداد دي. طيب سؤال بعد كده أوجد في أبسط صورة 2 × 5 = 2 في جذر 25/4 في 2 × 5. آدي عايزين نضعها في أبسط صورة، 2 × 5 = 2 في جذر 25/4 في 2/5 بتساوي 2. هنا دي أنا هربعها، 2 × 2 = 4، 5 × 5 = 25، في 25 تطلع من تحت الجذر بخمس، جذر 25 5، 4 جذرها 2، في 2/5. طيب على 5 في 1، على 5 في 1، على 2 في 1، على 2 في 1 بتساوي 4/25. يبقى دي في أبسط صورة هتطلع ب4/25. أوجد في صاد مجموعة حل المتباينة، أوجد في صاد مجموعة حل المتباينة 3 س + 7 أكبر من أو 19 ومثلها على خط الأعداد. هنقول إيه بقى؟ 3 س أكبر من أو تساوي 19 ناقص 7، بنضيف -7 للطرفين كده أهو،
ضفت سالب 7 للطرفين دي معاد بصفر تبقى 3 س، 19 سالب 7 يبقى إذن 3 س أكبر من أو تساوي 7 من 19 12. نقسم بقى على مين؟ على 3. هتبقى 3 س على 3 فالس أكبر من أو تساوي 12 على 3 فالتلاتة. يبقى أنا عندي س أمثلها على خط الأعداد كالآتي: س دي عندي التلاتة، أدي التلاتة أهي، هي أكبر منها بقى. احنا بنمثل على ايه؟ خط الاعداد في صاد في الاعداد الصحيحة. يبقى ادي تلاتة عشان تساوي، يبقى اخد التلاتة والاربعة والخمسة وهكذا دول كده الى ان نصل لما لا نهاية. سعر الرابع: اجد قيمة 2 أس 5 في 2 أس 7 على 2 أس 8 بتساوي كلها 2. يبقى 2 في الضرب بنعمل ايه؟ نجمع الأسس 5 زائد 7، وفي القسمة بنطرح الأسس ناقص 8. مش دي ضرب وده قسمة، يبقى 5 زائد عشان جاء ضرب وطرح عشان قسمة. يبقى 2 7 ناقص 8 ناقص 1 ناقص 1 و5 يبقى 4. 2 أس 4، 2 في 2 ب4، في 4 ب16 يبقى ب16. أوجد ناتج ما يأتي: 12 في 2 أس 2 على 24 زائد 3 أس 2. دي طبعا على العمليات، إجراء العمليات الحسابية. إحنا عندنا أسس، بنخلص الأسس الأول. أول حاجة لو في أسس أعملها، يبقى 12 في 2 في 2 4 على 24 زائد 3 في 3 ب9. بعد كده بين الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح، هضرب 12 في 4 2 في 4 ب8، 1 في 4 ب4 على 24 زائد 9 بتساوي 48 على 24، فال2 لو قسمت دي على دي تدي لك 2 زائد 9 بتساوي 2 و9 11. عددان طبيعيان متتاليان مجموعهما 15. أوجد العددين. نفرض أن العددين هما س، واللي بعده طبيعيان متتاليان، اللي بعده س زائد 1. واحد ممكن يقول س وس وس ناقص 1، هما ورا بعض المهم. طيب بيقول إن هما مجموع العددين 15، بقول س زائد س زائد 1 العدد الأول زائد التاني بيساوي 15. يبقى أنا عندي 2 س زائد 1 بتساوي 15، يعني الاتنين س تساوي 15 ناقص 1 بتساوي 14. قاسم على الاتنين، بس هنا وهنا، ينتج عندي س بتساوي 14 على 2 بتساوي 7. يبقى العددان هما 7 و8، لأن أنا قلت س ب7، تانية هتبقى تزود 1 يبقى 8. أوجد مجموعة حل المعادلة: 2 س ناقص 3 2 س ناقص 3 بتساوي 5، حيث س تنتمي لنون، يعني عدد نسبي. يبقى أنا عايز 2 س ناقص 3 بتساوي 5، عاوزين نحلها في نون في الأعداد النسبية. أول حاجة بنضيف العدد المضاف إلى الس، يبقى أول 2 س ناقص 3 زائد 3، نضيف المعكوس الجمعي لسالب 3 اللي هو زائد 3 للطرفين، 5 سالب زائد 3، يبقى 2 س، وده بصفر، بتساوي 8. نقسم على 2 هنا بإضافة موجب 3 هنا، تدي نقسم دي بقى على 2، يبقى يديني 2 على 2 س بتساوي 8 على 2، أي أن س
الاتنين في الواحد، تمانية على الاتنين في الأربعة. يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي أربعة، والأربعة عدد نسبة أيضا. صندوق به خمس كرات صغيرة. عندي صندوق به خمس كرات صغيرة، كرات صفراء، خمسة صفراء وأربع كرات حمراء وست كرات بيضاء. فإذا كان جميع الكرات متماثلة وسحبت كرة واحدة عشوائيا، أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء أو صفراء أو ليست حمراء. طيب أنا عندي الألوان اللي عندي صفراء وحمراء وبيضاء، مجموعهم كام؟ خمسة وأربعة تسعة وستة خمستاشر. يبقى عندي فضاء العينة كله كام؟ فضاء العينة بيساوي خمستاشر. عندي إيه؟ أربعة حمراء وستة بيضاء وخمسة صفراء. عاوز احتمال تكون بيضاء، يبقى أقول له لام بيضاء بتساوي عدد الأبيض اللي هو خمسة اللي هو ستة على خمستاشر، تقبل على التلاتة، يبقى اتنين على خمسة. ده احتمال أن تكون بيضاء. بعد كده احتمال أن تكون إيه؟ صفراء بتساوي عدد الصفراء اللي هي خمسة على خمستاشر بتساوي واحد على تلاتة. بعد كده لام احتمال أن تكون ليست حمراء، ليست حمراء. أنا جبت الحمراء ما جبتش الحمراء، يبقى يجيب له الأول احتمال أن تكون حمراء بتساوي الأحمر خمسة أربعة على خمستاشر، دي الحمراء. طب لام بقى ليست حمراء بتساوي إيه؟ لام بتساوي واحد ناقص لام حمراء بتساوي واحد ناقص أربعة على خمستاشر، بتساوي الخمستاشر، ودي في الخمستاشر ناقص أربعة بتساوي كام؟ حداشر على خمستاشر. يبقى ليست حمراء بتساوي حداشر على خمستاشر. وإن شاء الله نلتقي في امتحان آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.